فينا عم يمضي العمر فينا والأمل سهرنا ونا سهرنا ونا عكتفونا احنا فينا فينا كل يوم في أمل في أمل جديد يمكن يتحقق يمكن هو أكيد ضو الشمس جاي من بعيد جمعتنا الصدفة وصرنا جمعتنا وصرنا رفقة على طول بقينا رفقة والأمل سهرنا ونا سهرنا ونا عكتفونا احنا فينا فينا كل يوم في أمل في أمل جديد يمكن يتحقق يمكن ألو أهلين بيبي. لا كنت زعلانة بس هلأ رضيت بعد ما سمعت صوتك. شو حبيبي أمتى بدنا نلتقى؟ إيه أنا ما عندي شي. طيب معناته بس خلص شغلك حاكيني أنا بكون جاهزة. يلا باي. سميحة سميحة موبايلك عم يرن. قومي ردي قومي. الو الين رغد صباح النور. طيب ليك احجزي لي جنبك انا جاي. لا شو نايمة فايقة عم بلبس يلا جاي على الطريق. يلا باي باي باي. لك شو هاد؟ رجعتي نمتي؟ قومي سميحة قومي تنشطي لك شوي عندك دوام. سميحة ايه على فكرة انتي ما عم تكسبي عرفيتك عم تكسبي عحالك. ها قومي عم قلك بلك اسلنة. انتي شو بدك مو لحق على الرياضة؟ ايه خلص روحي وسكري بقى براكي. ايه مو الحق عليكي الحق علي اللي عم بنصحك ان شاء الله عمرك النفسي. ليلى ما بالك عم يرن
شو؟ ما لك شو السهلة ليكون غلطانين منها؟ ايه الو. ايه ليلى، مين عم يحكي؟ اهلين. اهلا وسهلا. اهلين استاذ. ايه ايه خلص، ايه على الموعد، ايه عرفت وين الشركة. ايه ماشي، اوكي باي. بتعرفي هالنهار بيطير العقل، ما رح روح منه ولا ثاني. معك حق، حق وجهز حالي عم بكير. وانا كمان. خير شو بده وقال من الصبح؟ لا لا ما في اي ملاحظات. بس كان بدي اخبر حضرتك بالنسبه للطلب هذا، كان في عندك عليه ملاحظه حضرتك؟ اي طبعا حضرتك. تمام شكرا. تسلموا يا انسمي. شكرا. هلا مرحبا استاذ. اهلا استاذ ابراهيم. صباح الخير للوشا. ما بترد انت ليش فايقه بكير؟ فقت على تليفونه. مين هو؟ حبيبي. حبيبي وما بهدلتي، ليش ربعك هاللطعه بالمطعم؟ لك ما عندك تليفون واعتذر منك، خرب بيته شو قليل ذوق. لا بلا بلا بالعكس، اعتذر لي كثير كثير كثير، بس يا حرام كان عنده ظرف قاهر جدا. قاهر جدا؟ اي والله عن جد. ايه للوش، لساتك زعلانه منا؟ لا صدقيني يا ليلى، انا كنت رايحة احضر الديفيلي ولبست وتقمشت وطلعت كتير حلوة، واقفة عم بنطر التاكسي، عم اجا جارنا الحلبي الثقيل تقيل الدم وراسه وقلب سيف بده يعني يروح معه، حتى ميديا شهادة شافته. اسألي يا لميديا صح ولا مو صح؟ مظبوط، وانا كنت كتير مضطرة اروح على موعد المهم، بس صدقيني صدقيني كتير كنت حابة احضر الديفيلي تبعك. اي موعدك المهم يلي لطعك فيه حبيبك وما اجا. ما الزلمة كان عنده تصوير وما خلص لمصاص الليالي، شو بيساوي بحاله؟ اه حجة كتير مقنعة. ممثل؟ هلا حبيبك انتي ممثل؟ ومو حيالله ممثل، نجم، نجم بحاله، بس ما رح قلك شو اسمه. قليلي. ايه رغد، يا الله انتي شو بتنقي، يلا جايتك على الطريق. لا لا انا صرت على الطريق دقيقتين بكون بالكلية، يلا باي باي. ما رح تقليلي شو اسمه قبل ما امشي؟ طيب بس ارجع بدك تقولي لي. يلا باي. باي. شبكي؟ ليش هيك عم تطلعي فيني؟ ميدو؟ طيب وانا؟ ما رح تقولي لي شو اسمه؟ مو هلا، بعدين. ايه بالناقص، لا تقولي. اصلا انا ما بدي اعرف. كل شي بوقته حلو. هلا انا صرت عند لوحه ممنوع الوقوف، يعني شو اعمل؟ والله ما عم بفهم الدله. طيب يسار ولا يمين؟ ماشي اوكي بقى. مرحبا. اهلين اهلين اهلين. رايح على الشركه ما؟ اي هلا هن قالوا لي انه هون بهاي الابنه، بس ما بعرف وين عم بضل. تفضلي انا بوصلك، انا رايح لهنيك. تفضلي. عتمدني تقلب بعيني ضو، لو خيروني شو عبالي ولو. شايفه قليل الذوق لهلا ما اتصل؟ ايه بيكون بيشغله، بعدين ماله قليل ذوق. كيف يعني ماله قليل ذوق؟ يعني صارت الساعة 4 لهلا ما فكر يفتح تليفون. ايه والله شي بيطق. ايه وانت ليش متضايقة؟ بيحكي لما بيجي على باله، هو حر. ميديا
حبيبتي ليكي، اذا انت عم تمزحي فمزحك كثير 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 ثقيل، فبقى الله يخليكي لا تستفزيني. حبيبتي انت لا تستفزيني، شو دخلك اذا اتصل ولا لا؟ اذا انا صاحبه العلاقه مبسوطه ما عم احكي شيء. انت حبيبتي صاير لعقلك شيء؟ فيكي شيء؟ كيف يعني انت صاحبه العلاقه؟ من وين لوين؟ اه الحق معك، انا نسيان انك منصبي حالك وليه امري ولازم استشيرك بكل شارده وارده. ماما نور شو لازم ساوي هلا؟ لا لحظه حبيبتي، اللي هي لا انا عم بفهم عليكي ولا انت عم تفهمي علي. حبيبتي انا متخانقه انا ووائل، ووائل حردان ما عم بدق لي، فانت شو وجعك؟ وين مشكلتك؟ هلا انت كنتي عم تحكي عن وائل؟ والله كل فكرك كنتي عم تحكي عن حبيبي رفيقك. حبيبتي اساسا انا ما بعرف انه عندك رفيق وحبيبتي. اي والله مالي خبر انك علقانه مع وائل. ها شرفوا. مرحبا يا صبايا. اهلين. ازيكم؟ اخ شو زي الصبايا فرحوا مرحبا. اوه يا بنت الجوه. لا بس التقينا مع بنايه. ايه هذا كله لانه ما بتقومي بتساعديني. قومي غسلي ايديكي. انت شو عم تعملي؟ بدي لف معي. لا مغسله ايديكي؟ اي والله هو شو. ايه حبيبي جاهزه تمام. قصدي بدي شي 10 دقائق بكون جاهزه. يلا باي. قومي صبايا. اه حبيبتي شو رايكم؟ يي بجحلو. يي هذا مثل اللي جاب لي يا وائل. لا بس هذا الموديل الاحدث. دخيل الاحدث. يلا بدكم شيء؟ لوين؟ خلص بعدين بقلكم. لسه ما صاروا 10 دقائق. وين رايحه؟ تقليلك شوي لك تقل صنعه. ها ميديا لك يا ميديا ردي علي، بدي لك انك حلوه كثير طالعه اليوم. اي امي هلا بلا علاكك. امي غسلي ايدك تعي ساعديني بسرعه. مستحيل رجلي عم توجعني بعدين بدي انضف ضفيري. يا رجلي. بس شاطرة بالحش يعني مو معقولة. كيف بدك تصيري ست بيت؟ والله بحياتها إذا بتنطح راسها بالسقف. حطيها على نوم ومانيكير وشعر. وينه لهلا؟ صار لي ساعة ناطرته. أنا بفرجيك. ألو شو حبيبي مطول إشي معك؟ لا لا ما مليت بس عم اسال لي انه صار لك ساعه جوا. شو لا لا ما قصدي ضايقك. لا 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 خلص حبيبي خد وقتك خد وقتك. دقيقه استاذ وائل ماني رد عليك بس هلا قبلت قابلتي على الاكل. يعني ليش ما رح ترد علي؟ هيك لانه انا مو تحت امر اللي خلفوه. امتى ما بده بدق وامتى ما بده بيحرق. لك الله يكبر عقلي. الدنيا ربيعوي جوي بديع. كيفكم صبايا؟ هاي ونص شكلها رضيت علينا واخيرا. شو رأيتي؟ ما فينا شكالي وما فينا شماني. ليش انا شبني؟ رايقه ليكني. لا بتجنني ما فيك شيء. طمنيني كيف كان موعدك السري؟ ما في لا موعد سري ولا شيء. هي انا ما كنت احكي. اطمني ميديا مو هون. ما كنت احكي قدام ميديا. احكي طبيعي ميديا مو هون. ليه شو دخلها ميديا؟ هلا هي ما دخلها بشكل مباشر بس رح احكي لكم. بس ما بتجيبوا سيره لولا حدا. طمني لولو هزار اللتاته مو معنا ونحن بيناتنا نحن الثلاثه ولا وحده بتحب تلت. مزبوط. هاي اليوم الصباح اتصلوا فيني شركه انتاج وطلبوا مني امرق لعندهم. شركه انتاج؟ شو يعني؟ شركه انتاج فني لك تبع المسلسلات. بدي اشتغل بالتمثيل. يعني ممثله ورح نشوفك بالتلفزيون؟ ايه رح تشوفوني بالتلفزيون. امبارح الممثل كان المخرج يا ربي كان امبارح بالديفيليه فشافني بالعرض عم حب كثير مشيتي على البوديوم وقال لي انه وشي شغله هيك بتشبه تيليجينيك انه مناسب للتلفزيون. ايه قام عطاني دور. بس الله وقت اجتني فرصه التمثيل ورفضتها. لو ماني رافضتها كنت هلا صرت نجمه معروفه. مجنون يحكي وعقل يسمع. يعني قال رفضتها قال مو انطق الله برغي عن طنط فريده. ايه نفس الشيء لا تتمسخري. ايه ماشي. لك هلا مو هون السيره. السيره لو بتعرفوا مع مين الدور. مع مين؟ ما رح لكم. لا بالله بالله تقولي امير شاكر بشحمه بلحمه. يا بي عم تمزحي. لك لا ما عم بمزح. هو امير كان امبارح حضران الديفيلي مع هذا المخرج اللي عم قلكم عليه. كثير 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 اعجب فيني.
أمير شاكر؟ يا الله أنا شو بحبه لهذا الزلمة؟ لك يا أكبر قلبي، على فكرة هو أحلى واحد بين كل الممثلين. إيه لا حبيبتي، قصي خولي أحلى واحد. هلا أدنى اثنيناتهم حلوين، بس تيم حسن أحلى منهم اثنيناتهم. إيه لا. ليلى، إمتى رح تشوفي أمير شاكر؟ إيه إمتى بدك تروح تشوفي؟ أنا اليوم رحت على الشركة لشوف بالصدفة شفته، بالصدفة شفته لأمير شاكر، وضلينا قاعدين عم ننطق حنك أنا وياه شي ربع ساعة. عم تمزحي؟ حكاكي هيك طبيعي يعني مثل بني آدمين؟ يعني مثل ما نحن بنحكي مع بعض؟ سمعت لأنه إنه نفسيته منقرفة وما بيحب يحكي مع حدا. لك أبداً، بالعكس هو حدا كتير متواضع ومسالم، هيك بياخد بيعطي مثلنا، شلون قاعدين هيك عم نحكي مع بعض. وحتى صار يقلي للوشة مدري لولو، صار يدلعني. ورق قلبي. وحزيري شو صار كمان؟ أعطاني رقم تليفونه. عن جد؟ أمير شاكر؟ إيه. أعطاني رقم تليفونه وقال لي إذا بدك أي مساعدة أنا جاهز. يعني أنت معك رقم تليفونه وساكتة؟ لك إيه شو صار لكم؟ شو يا حلو؟ ناطر الشوفير الخصوصي؟ نعم. إذا بدك نشتغل خصوصي وعمومي. بعدها عن السيارة أحسن ما أجيب الشرطة هلأ. إيه طولي بالك. إيه بعد عن السيارة أوف. فعل غلاظة. لك تضربي يا ميديا. لك بجوز هذا معجب بده يوقع منك اوتوغراف. يبعت لك شو حوبه هلا بيقول عنك انك شايفه حالك ناقصك ناقصك. لولو طيب ما قلتي لي ليش ما بدك ميديا تعرف؟ اختي حرام هلا بتزعل، الا 3 سنين متخرجه من المعهد ولسه ما في غير عم بتعس على مشهد ومشهدين، وليك اجتني انا الفرصه على البارد من مستريح، وهي انا عرض ازياء وما لي علاقه بالتمثيل. عين العقل لا تقولي لميديا، لانه اذا قلتي لها بتخرب لك كل المشروع. إيه لا حبيبتي غلطانة، أنا مع إنه ميديا تدرى، لأنه إذا دريت حتنبسط لك كتير كتير. مزبوط ليلي حكي نور، على فكرة ممكن تساعدك، صحيح أحياناً بتمثل بطريقة بتهوي بس بضل عندها خبرة بالمجال، صح ولا لا؟ أي صح. ليلى حبابة دي إله الأمير شاكر خليني أحكي معه. لا شو عم تحكي؟ ما بقدر. شو دقله هلأ مشان يقول ما صدقت أخذت منه الرقم؟ لا لا حبيبتي هيك بخفف حالي كتير، لازم أتقلي شوي. ليلي يستر عليكي دقيله، والله حابة اسمع صوته الله يوفقك. يا الله والله ما فيني مشان الله. لاقي لك اي حاجة واحكي معه الله يوفقك. ايه دقيله الله يخليكي. طب شو بدي اتحجج له؟ باي شيء. تحججي له باي شغلة. بعدين حبيبتي هو لما بده اياكي تحكي معه ما كان عطاكي رقم تليفونه. مزبوط. يلا دقيله ليلى. يلا يلا ليلي يلا يلا دوبسيني دوبسيني. والله لو ما بحبكم كلياتكم من كل قلبي ما كنت بتصل فيه، كرمالكم بس تذكروه. لك خلينا ياكي يا ام لول. يا عظيمه انت كرمالكم بس ها. لك يلا. في احيانا بفيق بالليل بحس حالي مخنوق بدي ابكي عفوا. ايوه الو كيفك استاذ امير؟ مين معي؟ انا ليلى. ليلى اللي جيت لعندك اليوم من الشركة بالصدفة شفتك بالشركة. أهلي للوش، كيفك حبيبتي منيحة؟ أهلي للوش. يا مو يا مو يا بني منيحة منيحة. أنا أميرة أنا بعتذر منك بس ما كون دقيت بوقت غلط. بالعكس ميرسي. أنا كتير انبسطت بتليفوني، لو أنت ما دقيتي كنت أكيد أنا رح دقلك لأسمع الصوت الحلو. كنت اسألك عن شو من شان العقود، عندك فكرة انت رح يتوقعوا؟ طبعا عندي فكرة طبعا. هلأ الفنيين خلصوا توقيع العقود وضل الممثلين الأسبوع الجاي بيوقعوا. شدي حالك ها، انت ما بنخاف عليكي. ميرسي شكرا لك بس كنت بدي. ألو مرحبا أميرو. كيفك؟ أنا لبنى مدربة رياضة رفيقتها لليلى ساكنة معها بالبيت. على فكرة أنا كتير بحبك، متابعت لك كل المسلسلات وأول ما بتطلع بيسحل عقلي على فكرة. أنا بعتذر كتير منك بس هاي رفيقتي مجنونة فيك كتير بتحبك وكل رفقاتي وأنا سميحة كمان. طب بتحبك بدرس بحبك كتير وبتمنى أشوفك كتير كتير وجاي على بالي تعطيني رقم تيم حسن. فرصة سعيدة يا ألو مرحبا أستاذ أمير، أنا بحبك كتير كتير. بس حب أخوي. على فكرة أنا اسمي نور. طبعاً أنا مخطوبة وخطيبي بيحبني كتير وبيغار علي. طبعاً إذا عرف هلأ أنه أنا عم بحكي معك رح يجن جنانه. خطيبي اسمه وائل. إلا كان سلمين على خطيبك معناتها. إيه أستاذ أنا بعتذر منك، معلي طولنا عليك كتير كلياتنا بس هاي من كتر محبتهم فيك. كتير بنحبك نحنا. أي والله. أي والله. لا بالعكس فيكي تاخدي الوقت كله. بالمناسبة شو في عندك اليوم المساء؟
بصراحة أنا حاب أعزمك على العشاء إذا ما في مانع طبعا. ما عندها شيء، ما عندها شيء. قولي له فاضية فاضية ما في شيء. فاضية ما في شيء. هلأ الساعة 6:09 منيح؟ كتير منيح. ممتاز ممتاز كتير منيح. ممتاز 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 ممتاز. ايه اوكي باي باي. انا اسف بس بتعرفي شغل وضغط، بس عم حس حالي اوقات عم بختنق بس فيق بالليل، فهي الحاله عم تتعبني. فهميني فهميني، ما عم بفهم عليكي. كيف يعني يا دوب شفتيه وقلت لك كذا ساعه معه؟ اي يقبر قلبي كان مشغول كتير. لحكي لك، بالبدايه يقبر قلبي اضطر يمرق على شركه انتاج مشان يوقع معهم العقد، بعدين يقبر قلبي مرق على شركه انتاج تانية مشان ياخذ النص اللي بده يقراه، بعدين مرق على مكتب مخرج كان متقاتل هو وياه وتصالح، بعدين الحمد لله مرقت على خير. اي الحمد لله طمنتيني. ايه بس يا حرام يا حرام قلبي بيوجعني عليه قديش عم يتعب، بضل عم ينطوط من شركه لشركه ومن موعد لموعد، عن جد بيقبر قلبي. ايه وانت طول الفتره شو كنتي عم تعملي مع يقبر قلبك؟ نطرته بالسياره. بالسياره؟ ايه بالسياره، بس المشكلة انه ترك الشبابيك مفتوحة وهون بلشت الغلاصة. على هذا بده يتصور معي، على هذا ممكن منك اوتوغراف فنانتنا، وعلى هذا انا كتير بحب كل تمثيلياتك، بس عن جد يا نور عن جد الشهرة صعبة. ايه وانت ليش ما سكرتي شبابيك السيارة؟ ان شاء الله بقبره، ما اخذ المفاتيح والشبابيك على الكهرباء. منيح ما قفل عليكي. تعرفي زعلتيني عليكي كتير. يا علي عليكي يا ميديا شنطتي. مو مشكلة يقبر قلبي، المهم شفته. ما بتتخيلي يا نور قديش بحبه. كيف انت بتحبي وائل انا هيك بحبه ويمكن اكثر بشوي. وائل وائل بسيطه يا وائل، الحق مو عليك، الحق علي انا اللي كبرت عقلي ودقيت لك. ماشي بعد اللي صار فليت، مين اللي قالك راجع؟ مستغرب كيف غنيت والنار بقلبي ولع. بعد اللي صار فليت، مين اللي قالك راجع؟ شو يا كأنه زيادة عجبتك الغنية من طربة اليوم ومن طلقة هيك حاستك مريحة؟ لا بس هيك جاي شوفك إذا عم تجهزي حالك. يعني مثل مالك شايفة عندي موعد؟ قال يعني ما بتعرفي انتي؟ لا بعرف يعني بس لسه بكير. مو موعدك الساعة 8؟ ايه ليكي سموحة طلعي حبيبي، لابقين لي التياب اللي لابستهم يعني زابطين للموعد ولا غير البس؟ ايه كتير كتير كتير. لا ولا قلك ما كتير حلوين، انا عندي فستان بيطير العقل وستايلك تماما. شو رأيك عيرك يا؟ اينا من هون دقيقة. عم تحلم سر من دونك سر، عم تحلم سر من دونك سر، وحدي بهالدنيا وقلبي أسير غلطان وعم تحلم عني. تعي تعي هاتي لشوف هاتي. هاد هو لك مو هذا الفستان اللي جابت لك يا أمك؟ ايه ما حبيتي. لا حلو كتير بس ما فيني. سموحة شو شايفتيني قليل الذوق؟ لا للوشة ما تحكي هيك، انتي لبسي اليوم، انتي عندك موعد كتير سبيشال، خليكي تلبسي. والله اذا لبستي كاني انا لبسته بنبسط لك من جوات 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 قلبي. بتشكي بهذا الحكي؟ لا اعوذ بالله قال شك بهذا الحكي، بس ما فيني. انتي مو كنتي على اساس تاركتي مشان عيد ميلاد هاي رفيقتك شو كان اسمها رغد؟ ما طيب ما بدك. شو شو سموحة هاتيها من الاخر، هاتيها وارتاحي فضفضي. شبك شو صاير فيكي؟ لا ولا شيء، بس بأين مطعم رح تقعدوا؟ بأحلى قعدة. عم تمزحي عم تحكي جد؟ يا لطيف شو بحبه لهذا المطعم. من وقت اللي جيت على السرم وانا مستهيه رح اقعد فيه. ايه ما صار شي، جمعيهم للصبايا كلياتهم وطلعوا شي يوم عليه. مو منيح؟ ايه ليش مو اليوم؟ ليش مو اليوم؟ كأنه نحن خلصنا غدا ولا شو؟ اللوشي حبيبتي انت تقبريني، بترجعكي خديني معاكي. والله اذا اخذتيني ما بحكي ولا كلمه، بقعد من تمساكت بس بتفرج عليه لامير شاكر. الله يخليكي خديني معك تحبي الله. وانا عم اقول منين هالحنيه العظيمه يلي نزلت عليكي ونازله تعملي لي حالك على اساس ماما تيريزا الفظيعه الحنونه يلي ما في منها. لك يخرب بيتك يخرب بيتك ان شاء الله قديشك وحده مصلحجيه. هلا انا مصلحجيه؟ انا مصلحجيه؟ انت وحده مصلحجيه.
خليك عم تدق يا استاذ وائل. ماني راضي ماني راضي ماني راضي. ها يا ربي. لك اف ايه حاجه تقففي بخلقتي فوتي تقففي بغرفتك. شو هالسألك لياتا؟ ليش عم تدقي لي؟ لأنك قاعدة صفنانة بالتلفزيون وأنا متضايقة ومانك منتبهتي لي، بدي أحكي معك. بس بدي أفهم أنت وليلى هالحركات من وين جايبتيها؟ هالغلاظات كلها من وين جايبينها ما شاء الله عليكم؟ مو بس غليظة وأنانية، ما خلتني أروح معها موعد أمير. وطي صوتك، هي بتسمعك ميديا. عن جد ما خلتني، رح بوس رجليها وإيديها لحتى تخليني أروح معها الموعد، ما خلتني، ليش ماني عرفانة؟ والله فكري حبيبتي ليش ما خلتك؟ يعني انت اذا طالعه مع واحد لاول مره بتشكلي حدا معك؟ يعني مو منطقي. ايه شوف يا يعني شو رح ازعجها؟ والله رح اموت على ما اشوفه. مين هذا اللي رح تموتي على ما تشوفي؟ يعني ما حلك تحفظيها لسميحه؟ ما كل ما تتعرف على شب جديد بتصير رح تموت على ما تشوفه. يا الله يا سميحه بضل تفكيرك مثل المراهقات، ما حلك تكبري. هاي اجت لبنى. هاي يا بلانيت، وين اللوسي؟ بالغرفة عم نجهز حالها. وانتي كمان رايحة؟ تعرفوا انا لهلا ما فهمت وين رايحة ليلى. عندها موعد. شو قلتي لي؟ ايمتى المسلسل هذا اللي متابعينه بيطلع؟ ما بعرف. ليلي انا جاية كنت بدي اقلك انه اذا احتجتي اي شيء بدك مساعدة انا بخدمك بعيوني التنتين. انتي بتعرفي انا قديش بحبك ما بتعرفي. والله يا ستي كنت بحاجة لمساعدة بس هلا خلصت، ما ضل غير ضب غراضي وامشي. بس ما تكوني هيك بدك شي من هون مثل سميحة خالهم المصلحجية هديكة. شو مين انا؟ اعوذ بالله مستحيل. شبك عم بمزح معك، بعرفك هيك قلبك طيب ولا الله وبتعملي كل شي منيح وما بتستني مقابل، بعرفك. طبشيني يلا بدك شي انا صار لازم امشي. يلا تشاو. انتي بدك تروحي معه ما خلتك ما؟ أنا أول ما شفتك مبارح بعرض الأزياء حسيت إحساس غريب، إحساس اجتاحني. أول مرة بحس إنه هيك رح يصير في انسجام بيني وبين حدا. هل أنت حسيتي بهذا الإحساس؟ بصراحة أستاذ أمير لا لا هيك رح تزعليني منك. شو هي أستاذ؟ ناديلي أمير أو إذا بدك مرمر. أوكي أمير، أنا بصراحة كتير معجبة بفنك وأعمالك الراقية، تقريباً أنا متابعتك كلها فكرة، بس ما بعرف شخصيتك الحقيقية، أنت أفكارك، تصرفاتك، طباعك، هيك شيء. بصراحة أنا إنسان بسيط بسيط كتير، أبسط إنسان ممكن تتعرفي عليه بحياتك. لا يغرك هي النجومية والشهرة والمعجبات وكل هذا الحكي الفاضي. صدقيني يا ليلى، أنا جواتي طفل. طفل صغير بحاجة لحب وحنان، قصدي حنية، مشان ما تفهميني غلط علاقتي بحنان انتهت نهائيا. مين حنان؟ انت ما عندك خبر؟ ما بتقري مجلات؟ ما بتسمعي اخبار النجوم؟ مو كتير. هي حنان كانت خطيبتي السابقة، بشكر الله انه انتهينا على اهون سبب. اي عفوا. الو ايوه اهلين يا هلا. اهلين حبيبتي اهلين، شلونك؟ لا والله بشري، بتعرفي وقتي ضيق كثير. ايه ماشي ماشي الله معك. اكيد. اوكي باي باي. خير ليلى؟ ضيعتي من شيء؟ لا ابدا، بس في وحده هلا فاتت من شوي فكرت انه حدا بعرفه من زمان بس طلعت مو هي. امير انا
حابة أسألك، بيقولوا كتير صعبة حياة الشهرة والأضواء وهيك معجبين وقصص، مزبوط؟ ما بتخيل قد صعبة، بس شو بدنا نساوي؟ أحيانا بيتعرض الواحد لمضايقات ما بتتصدق. ياي بالجيراننا سميحة؟ ايه لا بقى، ايه ما معقول طاول، ايش هالصدفة الحلوة هي؟ يومين ورا بعض؟ يا والله مالي مصدق حالي، ايه لو متبياضين ما صارت. جيبولي كاست مي. مرحبا، شلونك القاسية رفيتك ما؟ ايه على راسي، على راسي. ياي ايه لا بقى، ايه ما معقول طاول، طاول ما معقول. مرحبا استاذ. يعني بالله مو جنابك الممثل امير شاكري؟ امير شكري، امير شاكر، امير شاكر. اي امير شاكر على راسي. مرحبا مدام. عفوا انا مو مدام. ولو ولو ما شاء الله عليكم طالعين كثير هيك لبقانين لبعض، تقولوا فوله وقسمه نصين. على راسي يا استاذ. بتعرف انا كل اهليتي وقرايبيني كلهم واصحابي بحلب كلهم بيستشهبوني لك، بيقولوا لي كثير بتشبهوا لهذا الاستاذ امير شاكر. على راسي هاي حتى سأل جارتنا سميحة قياط بيركة هونيك. سميحة تعي تعي جيبي رفيتك وتعي لك، تعي تعي سلمي على الأستاذ لك، دي تعي بقى. أبوش قد تكيف خالته فريدة وقت بدها تدرى إنه أنت سلمتي على الأستاذ أمير ووقفتي قدامه هيك وجه لوجه، والله لا تجيها فرحة الأولاد. تعرف يا أستاذ كتير لك عنا شعبية بحلب وخصوصي من بعد مسلسل خالك التين. تسلم يا رب تسلم. لك أشكو مسحية أنت وياها، سلموا على الأستاذ، أستاذ متواضع وحباب وماله نفسية طاوي. لك سلموا سلموا. مرحبا. أهلين يا أنا. مرحبا. أهلين. كيف حالك؟ مدام آنسة لو سمحت. إيه آنسة خرج تصورينا صورة نحن والأستاذ هيك هيك بهاي الفاصة. تعال يلا قربوا قربوا. ضحكوا. إيه ضحكوا. يا ايش قد كويسة. خدينا وقت الخر. لولو خلص بقى فرديا، يعني القصة مو محرزة بنوب. لسه بتقلي مو محرزة؟ يعني انا اخرتها رفقاتي يعملوا فيني هيك العمى على البهدلة. نحنا شو دخلنا؟ وحياة الله كنا رايحين نشوفه من بعيد لبعيد. قبش الاستاذ قدري نزع من الطبخة. مين هو؟ مين هاد اللي عم تحكوا عنه؟ ليلى عندها معجب ممثل. عن جد؟ هيك ما بتخبريني؟ ولك على الرسمي، لسه على الرسمي ما بعرفه كتير. طيب شو اسمه؟ اكيد بعرفه. اذا بتقلي لي شو اسمه لحبيبك بقلك على اسمه. لا حبيبتي لا بقلك ولا تقلي لي. هاي حبيبي عم يدق لي. الو. يا حبيبي صار بيتنا بيت العشاق، الست ليلى والست نور وميديا، مو رايحه يخطيتي غير علي انا وهالفقيره. ها هالطقنا. اي بس انا لسه ما حبيته لانه انت وهديك الفقيره خربتولي كل شيء، ما قدرت احكي كلمتين على بعضهم مع الزلمه. ليلى يعني بدك نصيحتي؟ يعني ما بدك اياه. ليش بقى؟ لانه العينتين بجوز حطيت عينها على الزلمه كالعاده. لا ليلى انا صحيح كنت معجبه فيه بس بعد ما شفته امبارح. اوف ليش؟ والله كله من غيرتك، لانه مثل ما بتعرفوا وستار معروف كتير والبنات كلاتهم بحبوه هيك مثل الدبان حواليه. بقى ليش لحتى تكون عينه زايغة؟ اي مثل ما بدك لا تصدقي. يعني بس لمعلوماتك امبارح ونحن قاعدين بالمطعم ما قام عيونه عني وكان عم يتبسم لي، ومو بس هيك غمزني. يعني انا ما كنت بدي قلك بس لانك رفيقتي وبتعزي علي هي عم قلك انه عيونه كتير زايغة فديري بالك. ليلي لو سمحتي سميحة مثل ما عم تحكي مزبوط، لأنه حتى أنا 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 لبنى مبارح تطلع فيني تطليعات والله ما عجبتني. عن جد ما عجبتني. ليكو ابن حلال هاد هو. ألو أنا خلاص. خير كمان أنت التانية؟ قررت أعرفكم على خطيبي. خطيبك؟ لسه مو رسمي، اليوم طلب يزورني بالبيت، قالوا كتير حابب يتعرف على الصبايا. ليش حياتي؟ جاي يخطبك منه؟ لا طبعاً، بس أنا متأكدة أنه المرة جاي رح يطلب يتعرف على أهلي، يعني أول مرة رفقاتي وتاني مرة أهلي. أيوه
رح توافقي ترتبطي فيه؟ يا برني العشقان. منيح تذكرتني يا استاذ وائل. يلا رن حبيبي رن. شو هالاتصال هذا اللي رفعتها؟ كنت ما تدق احسن. نور تليفون إليك. الو الو، ولك وينك انت من امبارح عم دق لك ما عم تردي؟ واليوم صرت دق لك شي 1000 مره على الموبايل ما رديتي علي، ليش؟ ايه حبيبي، لاني نسياني موبايلي بالمطبخ. قولي لحظة. الو الو، على اساس الموبايل بالمطبخ ما؟ لك انت ايه بدك تبطلي هالحركات؟ غلطان اخي غلطان. الو اي حبيبي. غلطان اخي غلطان. وائل حبيبي، وائل معقولة يعني؟ ما خطرت ببالي. رد يلا. يضرب حظي انا. ايه ليكون ميديا وليلى عم بيركضوا وراها ممثلين، وانا شقفت وائل ما عم بيرد علي. ماشي يا وائل. هذا اللي طلع معك يا انت؟ الو شقفت وائل؟ ايه حبيبي. لا لا الوائل، طول بالك حبيبي، انا ما قصدي. لا شقفه ما انا مسبه، بالعكس شقفه يعني قطعه نفيسه. وائل حبيبي طول بالك. يا الله انت شو عم تساوي هون؟ هلا اذا دريت ليلى انك عم تنبشي بخزانتها للجن. ايه ما رح تدري لانه ما انا هون. ليكي بتعرفي لي وين كنز تاني ليلى عليها قلب ستراس؟ ايه هي لليلى. ايه بعرف لليلى، بس هي الكنزه الوحيده اللي بتلبق على تنورتي الكحليه. ما بعرف لا يعرف شو بتعرفي. لي ساعتين عم دور ما لقيت شيء. ييه هاد مو مثل الدبدوب تبعي؟ ايه والله مثله تمام، بس انا دبدوبي خلص بح، هديته لخطيبي. ايه حاجة تبوسي فيه؟ تركي بركي بتهدي لحبيبة. ميديا حاجة تعذبيني، انتي عندك شي تعيريني اياه؟ ميديا انا بدور لحالي. يعطيك العافية يا نورة. لك الله يعافيك يا حبيبتي. بتعرفي وائل لازم يبوس ايده ووشه وقفه، اللي حاببته وحدة بتعرف تطبخ كل هالاكل الطيب مثل امي وامي. ايه قولي له، لانه مو مبين فيه ابدا. ايه مستحيل ما يكونوا بيعرف صدقيني. قلتك من بيض له وشه لميديا؟ لك طبعا بتبيضي له وشه، ايه ما خليتي شيء ما عملتيه يخزل عين. شو رايكم؟ بتجنني. شو صار معكم؟ يا ستي عملت لك مقبلات. ايه عملت لك محاشي. ايه ويبرق. وشو كمان؟ شو كمان؟ أنا ساويت لك أكلة حلو بيعملوه عنا بالضيعة اسمها محل اللبن. ايه؟ طير العقل. صح، وكريم كراميل، وعملنا الجاتو على الشوكولا. يعني كل شيء بدك إياه صار جاهز. لك يسلموا حبيباتي. أنا صرت جاهزة، قد إيه بدنا نجي؟ يعني شي نص ساعة. شو إمتى رح تجي ليلى؟ هلا حكيت معها، قالت لي جاي على الطريق. ايه كثير منيح. ميدو دقي له شوفي وين صار، بلكي نسيان الموعد. لا هلا دقيت له، قال جاي بعد نص ساعة. اسمعي مني حبيبتي، دقي له احسن ما يصير فيكم سوء تفاهم مثل ما بيصير فيني انا ووائل. ويعني ما بتعرفي الرجال هيك عقله صغير، بنقل شغله بيعملوا مشكله. دقي له ميدو. ايه قولتكم. بعدين بركي مضيع. ممكن. الو. ايه ما بتاخر، خلص مشوار الطريق وبكون عندكم. مع السلامه. مع السلامه. كمان تصوير ما؟ صدقيني أنا بودي أقضي أطول وقت معك. أنت ما بتعرفي شو عملتي فيني ليلى. أنت لمستي مشاعري من جوا، لمستي قلبي من جوا. حزاي شو أنا كمان صار لازم أمشي. طيب أنا تصويري بلودان، فشو رأيك إنه وصلك بطريقي؟ لا ما في داعي تغلب حالك. أنا رح أروح لحالي، بس صف على اليمين خليني أنزل. تكرم عيونك. يلا باي. الله معك، مع السلامة.
ستير كيفك؟ قلت اللي عارفك على الصبايا. أنا بعرفكم، شايفكم من قبل ببقالكم تغراف شيء أو هو. هلأ أنت خطيبة لميتة؟ أنا خطيبة. عن جد قديش بتحبها؟ كتير كتير ما بتخيل. ميالة الله يسامحك، ليش ما عزمتني على الخطبة؟ هلا هذا هو التصوير تبع بلودان؟ فركشنا، بعدين هي مؤامرة، مؤامرة طبعاً مؤامرة. بس كلكم حلوين، كلكم حلوين فعلاً. ايه وأنا حلوة؟ أنت بتاخذي العقل، عيونك، عيونك فيهم بريق. تتذكري أغنية عبد الحليم ومرفت أمين بفيلم زي القمر؟ طب أميرو ممكن تعطيني رقم موبايلك؟ أكيد أكيد فيكي تاخذ. لا خليكي انت لا تعطيها اياها، انا بعطيك اياها. انا بعطيك اي نقلع لبرا، اي نقلع لبرا. مش حقير وتافه، انا بحياتي ما شفت حدا بهالوطاوه. ليكي ما زعل دمه ها؟ طفاوه من بين كل اللي فعلكني من يوم شقرصوني قرصوني. شوفوا شوفي 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 شو هاد ولعية؟ حذروا مين هاد؟ مين؟ شفته هلا على الدرج، ركض لعندي وعطاني رقمه وحبني من أول نظرة. خلو بتعرف مين؟ مين؟ مين هزار؟ مين؟ أمير شاكر. حتى أنتي؟ جبانة ما بترد ميت. اللي بعده روحي عيشي بهالنعمة، روحي كذي هالا تأخري، دقي له بسرعة. يا وائل صدقني ما في داعي تزعل، والله نور ما قصده شي. ايه شو سبتك؟ شقفة يعني قطعة نفيسة. ايه شقفة قطعة نفيسة، والله صدقني هيك معناتها. وائل انا كل يوم باكل مليون طلطيشة بالطريق، لو بدي اعمل مثل ما عم تعمل كنت حطيت العالم بالسجن. طيب اوكي بس بتراضيه؟ خلص ما تهكي الهم، ما تهكي، ما انا هلا بحكي معه. لا رح ترد عليك. طيب اوكي وقالوا لي همك خلص، يلا رح تحاكيها ما؟ ايه ماشي، باي باي. اللي عندك وحده وعشرة. تبقى تزعلني عليه؟ لا شو ردي؟ ما حرد، خليني اتقل. انا بوشك يا ولد. جمعتنا الصدفة وصرنا، جمعتنا وصرنا.